اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا مفزعي عند كربتي، ويا غوثي عند شدتي، إليك فزعت وبك استخفت، وبك لست العلوز بسواك، ولا أطلب الفرج إلا منك، فأغثني وفرج عني. يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير، اقبل مني اليسير وعفو عن الكثير، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني أسألك إيمانا تبشر به قلبي، ويقينا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت لي، وراضيني من العيش بما قسمت لي يا أرحم الراحمين. يا أدتي في قربتي، ويا صاحبي في شدتي، ويا ولي في نعمتي، ويا غاياتي في رغبتي، أنت الساتر عوراتي، والعامن رعواتي، والمكيل أشراتي، فاغفر لي خطيئتي يا أرحم الراحمين.